عسى تطل النصر ليحوشك، رشرش عجرح بلادنا رشوشك، جرحى سوريا كتير نازف دم، ازرع بقلب الغدر خرطوشك، التكفير حي نيابها بتسم، كسر نيابة نحن شاكوشك، هز الخليج وقول بدي طم بنار التحدي واحرق عروشك، بشار الأسد بالله لا تهتم، نحنا معك وجنود بجيوشك، نحنا جهنم والفنا واليم، منحرق منفني منطمر الأعداء، الضبضب أوباما واسحب وحوشك. جيشك سوريا سيفنا بيفري فري، وجبهة النصرة على الجيش عم تفتري، بهمة رجال الله وجنود الدفاع بإذن الله رح نقش دقونهن وفيهم رح منمسح البوط العسكري. يا أسد ضل السيف بقرابك، الونك شهرت الدهر بهابك، وحياة الله بالنصر موعود، والنصر آية حق بكتابك، العربان غدروا والجريم شهود، كانوا بعيون الكل أصحابك، طلعوا بسوريا جمرة اليهود لأنه الخيانة توب إعرابك، للقتل للتدمير صاروا الجود، وجابوا الأجانب دنسوا ترابك، يا أسد عندك بسوريا أسود، كل الخليج وكل آل سعود بيوم الوقيعة بينبحوا كلابك. حقيقة هالإنجازات هي بالعصر الحديث بتحصل، ما في شعب بالعالم، ما بدي أقول جيش، لا يوجد شعب في العالم واجه اللي عم تواجهه سوريا اليوم. وطبعا تكاتفكم كمواطنين وكعسكريين في الدفاع عن البلد هو اللي حقق هالانتصارات وهالإنجازات اللي تمت، رح تتسجل بالتاريخ العسكري أولا والسياسي ثانيا. فلذلك نحن نقول مبروك، فهي فعلا مبروك لسوريا، ولو أن المعركة طويلة بنكون دائما مستعدين لمواجهة الإرهابيين. صمودكم، الصمود اللي شفناه من قبل القوات المسلحة وكل من وقف معها، طبعا في دفاع وطني وفي ناس آخرين مو تحت تسمية الدفاع الوطني مسكوا البندقية وقاتلوا في أماكن مختلفة، صمودكم هو اللي كان أساس صمود سوريا 3 سنوات وصمود الشعب السوري. وطبعا بنفس الوقت احتضان الشعب السوري لإلكم وللقوات المسلحة هو كان أيضا عامل أساسي بإنكم أنتوا صمت. فلذلك هالصمود بدنا إياه يستمر، كلنا كسوريين كلنا مع بعض نبقى مستمرين بهالصمود، ونحن مع بعضنا سوا بدنا نرجع الأمان لسوريا، ما حدا غيرنا نرجع الأمان لسوريا، نحن وأنتم وكل مواطن سوري شريف بدنا نرجع الأمان، والإرهاب بدنا نهزمه وبدنا نضربه بإيدنا الحديد، وسوريا بدنا نرجع مثل ما كان. قالوا أسدنا يصيح على الأبطال والنهار، بصوتك سيل عار انكوس ونهار، النصر جيشها مهزوم ونهار، وأمام جنودك الكفر انغلاب. كل نحو المعركة يمكن تكون طويلة ونحن ما منخاف، هي سوريا كل حياتها هيك، جاها غزو جاها إرهاب وجاها زلازل وعمرناها، لذلك نحن طالما انه نحن مع بعضنا كشباب وكرجال وكشيوخ وكنساء، البلد من عمرها قد ما هدموها من عمرها، سوا بنبنيها وسوا بنحميها وسوا بنرجعها احلى وبنرجعها احسن بوجود الله وبنرجع الامان لسوريا كمان. الاسد يا دهر ابن الاسد ناديله، غنان الابا والعز غنيله، وقل له مو قبلك حافظ الصنديد، بيك حكايا النصر احكي له، مرة بسوريا كتروا التهديد وخلوا الظلام يهين أنديله، حافظ بجمر وهج التبريد ودموعهم نيران تطفيله، التاريخ ذات الأمر عم بيعيد، صار الدموع الأرمل يسيله، والأرنبي صارت نمر عم بتصيد، وغدر الكمائن زاد تضليله، بشار وينك شعبنا بيريد، وحياة الله وحكم تنزيله، راية مجدنا ترفعها بالإيد، ولغز العدا معروف تحليله، حكام العرب آهاتنا بتزيد، ولغم التآمر أثروا فتيله، بالجامعة صاروا قرود بالتحديد، عاجن أوباما وبقطر فيله، خدام والمناع حلم بعيد، وغليون والطيفور مع كيلو، بقلن أسدنا كلنا منريد، وللشمس تقصى نهار عبشار، الدفاع الوطني قرص الشمس والله بيشيله.
فيما حيى الرئيس الأسد الدفاع الوطني في القرية الذي وقف مع القوات المسلحة رديفا لها ومدافعا عن قريته وجوارها، مؤكدا أن أهالي قرية عين التيني وموقفهم المشرف بالدفاع عن قريتهم والقرى المجاورة يعطي صورة مصغرة عن المجتمع السوري الذي إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. هذا المجتمع الذي لم يستطع الإرهابيون دب الفرقة بين مكوناته على الرغم من كثرة محاولاتهم، وقرية عين التيني مثال من أمثلة كثيرة عن ذلك عندما هبت للدفاع عن معلولة.